نسيان. على الرغم من الخسارة أعتقد أن اللاعبين عليهم أن يخرجوا مرفوعي الرأس بعد مباراة قدموا فيها جهدا كبيرا مستوى عاليا، وأعتقد أنه حتى الجماهير ستكون فخورة بأداء اللاعبين. أعتقد أنه الكثير من اللاعبين سيصابون بالإرهاق بعد تلك المباراة، لكن رغبة الفوز هي اللي غيرت الكثير من الأشياء، جعلتهم يتفوقون على التعب والإرهاق وعلى الضغط البدني والعصبي في هذه المباراة. تشرفت بصحبتكم أحبائي المشاهدين، لتصحبكم السلامة، نتمنى لكم مزيد من المتعة في هذه المباريات وهذه اللعبة الجميلة.